مرحبا كيفكن عائلتي الحلوة شو الأخبار طمنوني عنكن اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد هالمرة طولت شوي الغيبة عليكم مع انه كنت ناوية اني اضل انزل يوم اي يوم لا فيديوهات بس تعبت كتير هيك يعني بسبب الصيام والضغط اليومي مثل ما بتعرفوا بيت وولاد وشغل والحمد لله على كل حال بس اليوم راجعت لكم بفيديو كتير حلو فيه افكار بسيطة وبنفس الوقت فيه هيك يعني اجواء حماسية هاي الأجواء اليومية يلي كل ست بيت بتقضيها بيوم يعني بالمطبخ وتحضير سفرة الأفطار فإن شاء الله تحبوا هذا الفيديو وتستفادوا وتستمتعوا معي أول شيء بنقول بسم الله الرحمن الرحيم به نبدأ وبه نستعين ثاني شيء لا تنسوا تحطوا لي لايك على الفيديو لأنه اللايك كتير مهم وبيرفع الفيديو وشاركوا الفيديو مع كل أصدقائكم حتى تكبر عائلتنا الحلوة بأسرع وقت إن شاء الله وأهلا وسهلا فيكم جميعا أحلى عائلة وأكثر عيلة محترمة وعن جد يعني صبايا بينحطوا على العين وعلى الرأس منورين دائما أول شيء هون دخلت على المطبخ لأنه عندي اليوم شوية شغلات هن طبعا بسيطات بس إنه بيحتاجوا لتحضير مسبق هلا اول شيء هون عندي البنجان بدي اثقبه شوي هيك بالسكينه لانه بدي احطه منشان اشوي لانه هاد مثل ما بتعرفوا يعني بياخذ وقت لبين ما ينشوى وبعد هيك بدي اتركه فتره لبين ما يبرد حتى اقدر اني اقشره فخلصت منه اول شي حطيته منشان ينشوى وراح ابلش احضر لطبختي اللي هي معكرونه بالبشاميل لانه الاولاد مثل ما بتعرفوا هلا عم يصوموا وكثير تعبانين ولما عم نجي يعني بدنا ناكل ما بيشتهوا انهم ياكلوا فعن جد يعني صايره أختار إنه شو بدي أطبخ لهم. فاليوم حبيت إني أساوي هدول الأكلات. يعني بحسه إنه هيك بيقبلوا يعني بخلوا هيك أن الواحد يشتهي إنه يأكل. وبنفس الوقت الأولاد بيحبوا هيك أكلات. طمنوني عنكم انتو بالتعليقات شو اخباركم على الصيام ان شاء الله ما عم تتعبوا كيف عم تقضوا يومكم هلا شوفوا نحن هون عنا عاده انه يعني كل ست يعني بتقدر انه تروح تصلي صلاه التراويح بالجامع مثل ما انه يعني الرجال بيروحوا وقت الصلاه على الجامع والستات يعني كمان بيروحوا بس بصراحه انا ما بحب اني اروح يعني بحس انه صليت بالبيت احسن واريح لالي انا بقدر يعني انه اخذ راحتي وهيك ما بعرف كتبولي بالتعليقات انتو بتروحوا بتصلوا بالجامع ولا بتصلوا بالبيت وطمنوني عنكم وشو اوضاعكم وكمان كتبوا لي شو طيبخين اليوم لحتى هيك ناخذ افكار من بعض لانه عن جد يعني انا صايره هيك هي الفتره كثير عم بحتار شو بدي اطبخ يعني شيء مو طبيعي الحيره يلي انا فيها بحس انه شهر رمضان بيكون مسؤوليه تحضير سفره الافطار على الام يعني بيكون كثير موضوع صعب غير عن باقي الايام ليش لانه الكل صايم وبدك تحضري الاكل الوقت يعني عند الاذان وبنفس الوقت بدك كل يوم تعملي شيء جديد شو بيعرفني عن جد موضوع صاير كتير متعب الله يقوينا ويقويكم الله يرزقنا ويرزقكم الرزق الحلال الطيب وان شاء الله هيك رب العالمين بيحط البركه بحياتكم وبعمركم وبكل شيء بحياتكم يا رب هلا هون بلشت بتحضير المعكرونة اول شي حطيت معلقة سمنة صغيرة فيك تحطي زبدة وفيك تحطي كمان زيت نباتي وقليت البصلة والتوم تقريبا فرمت بصلة بحجم وسط وحطيت ثلاث سنون توم يعني ما بدها كتير انه هيك حتى بس انه يعطوا نكهة بسيطة وطبعا مثل ما خبرتكم ودائما بحكي لكم انه الطبخ فن وذوق وكل حدا بيطبخ مثل ما بيحب رح اتركه لبين ما يدبلوا شوي وهون عندي بندورة قشرتها ورح افرمها كمان لانه بدي احطها لصوص البندورة ومثل ما خبرتكم أنا من فترة نزلت وقتها طريقتي بالمعكرونة يعني بالبشاميل فأنه كتير وقت صبايا كتبوا بالتعليقات أنه المعكرونة بالبشاميل ما بتصير باللحمة وما طيبة وبتزنخ ولازم تساويها بس بالفروج ومن هالحكي هذا رح أقولكم شغلي هلأ شوفوا أنا اللحمة يلي مستخدمتها بهاي الأكلة هي لحمة فروج يعني هي عبارة عن لحمة فروج بس أنه مفرومة ناعم ماشي فينا أنه نقطع على خشنة أو أنه نفرومة ناعم مالي مست اللحمة الضان. صح معكم حق. اللحم الضان بتعطي طعم الزنخة مع البشاميل. فمشان هيك انا هون مستخدمة لحمة الفروج. بس انا بساويها هيك منشان اولادي ياكلوها. لانه اولادي كتير بيعزبوني بموضوع الاكل وما بيحبوا انه ياكلوا اللحمة يعني ان كان ضاني او فروج او شو ما كان ياكلوها هيك قطع كبيرة. منشان هيك نحن عند اللحم بنفرمها لانه تكون هيك كتير ناعمة. منشان تقريبا يعني هيك شوي تختفي بين الاكل وياكلوها. وبعد ما دبلوا شوي يعني مو كتير البصل والثوم حطيت اللحمة وحطيت عليها ملح وبهار بس يعني ما بدي أي شيء والله هون رح أحط البندورة وحطيت كمان معلقة دبس بندورة لأنه دبس البندورة رح يعطيها لون كتير حلو والبندورة هون عندي لسه أنه بتعرفوا لسه ما اجت بندورة الصيف فهي البندورة البلاستيكية بتكون ما لا لون ولا طعمة فإجباري لازم نحط مع شوية دبس بندورة وبس رح أتركهم على النار على نار هادية لحتى يستووا ويعقدوا وبعد هيك بننتقل للمرحلة التانية هلا كمان فيكم تضيفوا فليفله الوان مع يعني وانتوا عم بتقلوا البصل والثوم تقلوهم كمان انا مره سويتها حطيت فليفله واحيانا بساوي لا يعني حسب يلي متوفر او حسب ما انا حابه بما انه هلا يعني مثل ما بتعرفوا بشهر رمضان نحن كل يوم عم نطبخ فانا بحب انه كل يوم اعمل اضافات وشغلات يعني هي كثير بسيطه بس انه بتعمل تغيير بالطعم يعني وحسب كمان ما الواحد قدران انه يوقف ويشتغل بحب اني اساوي هلا هون رح راح ابلش اني اسلق المعكرونه اول شيء بساوي صوص البندوره وبتركه على جنب لانه هو بياخد اكثر شيء وقت على النار يعني وبعد هيك بسلق المعكرونه وبعدين بساوي البشاميل هيك بيكون صار كل شيء جاهز عندي يعني وبعد هيك بطبقه بحس انه هي الاكله كثير سهله يعني وبتناسب شهر رمضان ليش لانه فينا نبلش فيها على بكير يعني نطبقها ونتركها بالفرن هلا انا شو عملت طبقتها كلها يعني بعد ما خلصت وحطيتها بالصينيه وجهزتها كلها وحطيتها بقلب الفرن قبل الادام بساعه شغلت عليها هلا هون عم بساوي البشاميل حطيت معلقه زبده كتير صغيره وراح احمص فيها نص كاسه طحين لحتى الطحين يعني هيك شوي ياخد لون ذهبي خفيف على نار هاديه طبعا لازم نحمصه لحتى مو انه ينحرق لا نحن بدنا اياه يتشوح تشويحه كتير حلوه وبعد هيك ضفت عليه لتر حليب وبتركه على النار لحتى يغلي وبعد هيك بطفي تحته والبهارات بس ملح وبهار فيكم كمان تحطوا ماجي فيكم تحطوا اي نوع بهارات انتم بتحبوا يعني انا بعرف في ناس بتحط كاري بتحط كركم هذا كله بيكون حسب الرغبه بصراحه بس انا بحبها بهي الطريقه هلا هون صار كل شيء جاهز عندي شوفوا في ناس بتحط طبقه بشاميل طبقه معكرونه وطبقه من صوص البنادوره وهيك يعني حتى يخلص الكميه كلها انا بالنسبه لي ما بحب هيك بصراحه بحب اني احط المعكرونه كلها بقلب البشاميل وبحركها كثير منيح هيك بتكون المعكرونه مو انه الشيء اجى من البشاميل وشيء لا لا هيك المعكرونه كلها بتتشرب من صوص البشاميل وبتصير طعمتها كتير طيبه على فكره هيك رح احركها كثير منيح وبعد هيك بجيب الصينيه وبحط اول طبقه من المعكرونه وبعد هيك بحط صوص البندوره وبعد هيك برجع بحط طبقه ثانيه من المعكرونه يلي مع البشاميل وعلى الوش بحط جبنه اي نوع جبنه فيكي تحطي يعني انا اليوم حطيت جبنه اشقوان وفي ناس كمان بيحطوا بيضه بيحطوا لها شويه ملح وبهار وبدهنوا فيها الوش يعني في خيارات كثيره بس المهم انه الواحد بالنهايه يعمل الشيء اللي بيحبه انا بصراحه ما حبيت فكره البيض حسيته بيعطي طعم زنخه فمشان هيك بحب الجبنة وطبعا لازم نحط هيك جبنة كتير لحتى نأخذ طعم كتير طيبة وفيكم كمان تحطوا جبنة بقلب صوص البشاميل بس أنا لأنه صيام وبشكل عام يعني بحس إنه هاي الأكلة كتير تقيلة مشان هيك ما حطيت إنه جبنة بقلب صوص البشاميل حطيت بس على الوش وبس هيك يعني وبهي الطريقة بكون خلصت من تحضير الافطار تقريبا يعني وهون كان عندي كمان البنجان استوى خلصته كله شوي تركته على جنب لحتى يبرد قلت لحالي بعد ما اصلي العصر ان شاء الله عود برجع بدخل على المطبخ وبكمل تحضير السفرة وصلني تعليق من صابية بصراحة كتير اثر فيني شو عم بتقولي الصبية عم بتقولي انه انا بوقف بالمطبخ لساعات طويلة كتير وبطبخ وبتعذب كتير انا متزوجة وعايشة بالغربة يعني وفي بس انه عندي ولدين صغار، وزوجي من النوع يلي بيحكي كثير كثير وشو ما بطبخ شو ما بعمل، مع انه كثير عم بتعب على شخصيتي وكثير بتعب على نفسي بتحضير الاكل يعني، وبحاول دائما اني اجيب وصفات جديده وبحاول اني اعمل تغيير على حسب طلب زوجي، بس هو دائما اكلي ما بيعجبه ودائما بيقول لي انه طبخ امي اطيب الله يرحم ايام ما كانت امي تطبخ لي وما بياكل من اكلي وبيحسسني انه تعبي كله راح على الفاضي ودائما بيكسر بخاطري فانت برايك شو لازم اعمل وطبعا بدي الصبايا كمان يساعدوني شوفوا لكم هلا انا بالنسبه لألي بحس انه هذا النوع من البشر شوفي لقلك هلا انت زوجك عم يضل بيقول انه اكلك ما طيب اكلك مو منيح واكل امي اطيب على فكره في كتير ناس هيك بيعملوا يعني وكثير ازواج بيعانوا من هذا الموضوع هو لانه يمكن كبر وحاش حياته كلياتها فهو بياكل من اكل امه فمتعلم عليه ولما هو بيكون ما بيحب طبخك فانت لا تزعلي ولا تضايقي حالك ولا تكتئبي ولا تقولي تعبي عم بيروح على الفاضي ولا حتى تحاولي انك تعملي يعني مجهود كتير كبير لحتى ترضيه لانه انا بحس بصراحه يعني هيك نوع من البشر التعامل معهم كتير صعب وبس اعطيتي اهميه للموضوع اللي هن عم ينتقدوك فيه رح يبلشوا يزيدوا اكثر ويتمادوا وبهي الطريقه ساعتها يعني ما عاد في حل هو قدامه خيار من الاثنين اما انه يتحمل ويعرف انه يعيش معك لانه انت هاي هاي استطاعتك يعني هاي قدرتك وهذا الشيء اللي عم يطلع معك واكيد طبعا يعني كل حدا فينا عنده طريقته بالطبخ وعنده نفسه وسبحان الله يعني ممكن توقفي ثلاث خوات جنب بعضهم يطبخوا طبق رز يطلع معهم كل وحده يعني طبعا نفس المقادير ونفس العيارات ونفس كل شيء بس كل وحده بيطلع مع الاكل يعني نكهته شيء فهو لازم يستوعب انه خلص يعني انت عم تتعبي انت عم توقفي بالمطبخ لساعات طويله ولازم يقدر هذا الشيء بصراحه وانت يعني بالنسبه لك لا تحسسي انه انت والله انا زعلانه يلا بحاول اني اعمل مثل طبخ امك ولازم طبخي يعجبك ولازم اكون بنظرك الامراه المثاليه و الى اخره لا ابدا انا برايي انه انا هات طبخي وهي قدرتي وهي استطاعتي حبك تفضل اهلا وسهلا كل ان شاء الله الف صحه وهنا مالك حباب قدامك خيار من الاثنين اما انه انت عندك الاستطاعه انه كل يوم تاكل اكل جاهز احسن ما انا اتعذب واتعب واقف بالمطبخ واطبخ ولي اخره واخر شيء تيجي تقول لي اكلك مو طيب يا تاكل او انه يعني يا اما ياكل وضل عم يحكي وينتقد او انه ما ياكل لا خلص روح جيب اكل جاهز طالما انه انت عندك قدره واذا مالك قدره فانت لازم تاكل اكلي من تم ساكت لا تعطي المجال انه ينتقدك يعني مو بس زوجك اي حدا بالحياة انا ممكن اكون قاعدة بمكان يجي حدا يقلي والله لبسك ما حلو ليش انت مين سألك؟ انه لبسي حلو او ما حلو لبسي انا عاجبني او هاي قدرتي وهي استطاعتي باني انا البس فمو ضروري انه يعني احسس الشخص اللي قدامي انه انا تضايقت واكتئبت وبدي اروح اخرب الدنيا ويمكن اروح اعمل ما بعرف شو منشان اجيب لبس يناسب كل الناس لا انا بعمل الشيء اللي بيناسبني بطبخ مثل ما بحب بنام ايمت ما بدي بفي ايمت ما بدي بعمل شو ما بدي انا عايشه لحتى ارضي ربي ولحتى انا استمتع بالحياه لانه ارضاء الناس غايه لا تدرك اوعكم تفكروا انه تكرسوا حياتكم لحتى ترضوا شخص ما طالما انه هو ما له حابب انتم كيف بتشتغلوا كيف بتتصرفوا ما عاجبه يعني كل شيء عم يطلع منكم فصعب كتير كتير انه انتو تخلوا هذا الشيء يصير غصب عنه مثل ما بيقول المثل المحبة من عند الرب ما بتندب القلب دب هذا مثل عنا كتير معروف في مدينة حلب قبل ما أكمل حديثي شوفوا لكم أنا هون كنت عم أساوي متبل أو في ناس كمان بيسموه بابا غنوج هذا نحن بنساويه مع خضرة شو عملت بعد ما شويت البنجان وقشرته بحط له فليفلة بحط له بندورة وبقدونس وحطيت له كمان توم طبعا التوم كتير أساسي وحطيت كمان بصل اخضر طبعا فيكم تفرموا يعني اي خضره متوفره عندكم وبحط كمان زيت زيتون هذا كتير اساسي وملح ونعناع وفلفله حمراء رش وحركتهم مع بعضهم كتير منيح واذا كان متوفر عندكم كمان رمان حطوا رمان بيعطي طعم كتير طيبه هذا بالنسبه للمتبل اللي ساويته بالخضره والمتبل النوع الثاني هذا انا كتير كتير بحبه بحسه كمان انه كتير سهل حطيت البنجان المشوي بحط عليه طحينة ولبن طبعا لازم نحط طحينة ولبن لانه ما بكفي بس الطحينة لحالة بحسة انه يعني هيك بصير كتير تقيلة وما بناخد هاي النكهة الحلوة وحطيت فلفلة حمراء رش وملح وتوم طبعا توم كتير يعني حركتهم مع بعضهم كتير منيح وحطيت على الوش زيت زيتون وساويت كمان سلطة وهي المعكرونة بالبشاميل هو شوفوا كان لازم تأخذ معي لون أكثر يعني لون ذهبي بس تأخر الوقت بصراحة والفرن ما بعرف شو صار له يعني صار هيك نار حمراء وعذبني كتير بصراحه فهذا الشكل يلي اخذته هاي سفرتي لليوم يلي حضرتها لعائلتي بكل حب واهتمام ان شاء الله يكون حبيتوا الافكار البسيطه يلي قدمت لكم اياها اليوم ان شاء الله يكون حبيتوا الفيديو واستمتعتوا معي حابة أكمل بالنسبة لموضوع الصبية شوفي لقال لك هلا ما تاخدي كلامي على أنه أنت مثلا لازم تهملي زوجك أو أنه أنت لازم ما تهتمي بطلباته لا بس أنا رديت على الانتقاد الكبير يعني الواحد اللي عايش مع الإنسانة كذا سنة يعني في أطفال بالموضوع يعني فما حلو أنه كل ما تساوي أكل وتتعب فيه وتوقف بالمطبخ لساعات طويلة وطبعا كلكم ستات بيوت وبتعرفوا يعني أنه الوقفة بالمطبخ مو موضوع سهل شفت عينكم كمان الكوارث يلي بتصير بعد ما نخلص طبخ وهيك فلازم يجي الشخص هيك من حاله يعني يقدر هذا الشيء ويحترم أنه خلص يعني أنت هلأ صرت متزوج فلازم تحترم مرتك بطريقة حب للحياة كيف بتتصرف كيف بتطبخ كيف بتحكي خلص انت اخترتها صارت هي شريكه حياتك فلازم انت تحترمها اما لما بيكون الشخص الثاني مقضي هالحياه كلها انتقادات وطبخ امي وقالت فلانه وعملت علانه فانا ضد ضد هذا الشيء بطريقه مو طبيعيه يعني كتير بتضايقه من هدول الناس بصراحه فمشان هيك انا لازم دائما ابادل هدول الناس اللي بينتقدوني انه ليش هيك عملتي وليش هيك سويتي شوفوا بصراحه انا هيك بعمل يعني بالجكر فيهم ما بعمل الا اللي بيقول عليه عقلي لانه هي استطاعتي هي انا هيك عم بطلع معي يعني مثلا شو اعمل يعني شو اساوي فما بعرف شو بدي اقول لكم إنتو كمان رايكم بالتعليقات أنا بعد تجارب كتير صعبة بالحياة توصلت لنتيجة إنه نحن لازم نكون كثير أقوياء بهاي الحياة ولازم ما نضعف قدام أي حدا يعني مهما كان قريب علينا حتى لو كان هو أقرب الناس لألنا لا،, لا لازم يعني دائما نحن نكون آه هيك يعني كيف بدي أقول لكم إنه يا جبل ما يهزك ريح أنا هيك حياتي هيك هيك بحب أتصرف هيك بحب أحكي يلي عجبه عجبه يلي ما عجبه هو حر هي مشكلته مي مشكلتي فلما بيكون زوجك دائما عم ينتقدك فقولي له يعني هذا نحن مثلا عايشين بغربه فامك ما خرجت تطبخ لك امك صارت مره كبيره ربتك وزوجتك انت لازم تتاقلم على مع الحياه معي لازم تصير تحب طبخي حتى لو انت مالك حبه مجامله لالي لوقفتي بالمطبخ لتعبي لازم بتقولي الله يعطيكي العافية لو تعرف شقد قد ثوابة عند رب العالمين كبير لما بنجبر بخاطر شخص حتى لو كان هو عامل شغلة كتير بسيطة بس نحن بنحسسه انه هو عامل شيء كتير واو والله يعطيكي العافية والله يسلم ايديكي فهاد اسمه جبر خواطر اما كسر الخواطر فعقابه عند رب العالمين كتير كبير وبنفس الوقت بيأثر سلبيا على الحياة على العلاقات على يمكن بعد فترة تصير انه الشخص الثاني اللي عم ننتقده ما عاد يعطينا اهتمام ابدا ليش لانه نحن بالاساس علمنا انه اي شيء بيعمله ما عنا فبصير في تبادل بالقصص يعني عرفتوا كيف هلا انا هون بعد ما رتبت المطبخ متل ما كان واضح معكم كان في عندي جبل جلي، المعكرونة بالبشاميل صحيح هي اكلة كتير طيبة وتحضيرها سهل يعني ما بياخد معنا وقت كتير طويل بس بيطلع جلي مو طبيعي، فبعد ما جليت هالجليات ورتبت المطبخ وخلصت كل شغلاتي حبيت اني اساوي لعيتي حلبة بارد كتير سهل وسريع. وطبعا كتير طيب جنب فنجان القهوة شوفوا شو حطيت حطيت أربع كاسات حليب أربع معالق نشا وأربع معالق سكر ومعلقة كبيرة فانيلا ومعلقة كبيرة ماء زهر وحطيت كمان معلقة كبيرة جوز هند ومعلقتين كبار كاكاو وعلى البارد حركتهم مع بعضهم كتير منيح وبعد هيك حطيتهم على النار لحتى غلو وحطيت كمان طبقة بسكويت بحس إنه بتعطيها طعم كتير طيبة بسكويت سادة حطيت عليه معلقة كبيرة فانيلا ومعلقة كبيرة جوز هند مع بعضهم كتير منيح وحطيت شوي بأرض الصحن يعني أول طبقة وحطيت كمان شوي على الوجه جربوا كتير طيب وبتحضر معكم بدقايق يعني بعد الأفطار وانتي واقفة عم تساوي القهوة فيكي تحضريه جربوه إن شاء الله رح يعجبكم أنا بصراحة بحب هيك نوع من الحلا يعني بحسه إنه منقذ وبنفس الوقت يعني ما بيخلينا نوقف بالمطبخ كتير بهالوقت الصعب بما إنه صايمين ومضغوطين كتير بين البيت والولاد والحياة والله يقوينا جميعا وان شاء الله كلكم يعني بتعيشوا حياة كلها فرح وسعادة وما بيروح تعبكم على الفاضي مع اي شخص انتوا عم بتقدموا له شيء بهالحياة دائما بتمنى لكم السعادة وبفرح كثير لما بشوف تعليقاتكم وبشوف كلامكم وبشوف الثقة اللي بتعطوني اياها بالتعليقات فبحاول دائما وانا عم برد على تعليقاتكم انه اعطيكم ثقة اعطيكم انه لا لا تردي على حدا لا تعملي الي اللي بيريحك دائما طالما انه انت شايفة في حالك إنه انت مالك غلطانة ما بتعملي شي خارج عن القانون يعني ما بيغضب رب العالمين ما في شي غلط ولما بيكون في حدا عبيئزينا حدا ما بيقدر لنا تعبنا فنحن دائما لازم نكون اقوياء بردنا وبتصرفاتنا اليوم في عنا عاصفة كتير قوية يعني تقريبا إلى من أمبارحة العصر مبلشة لليوم هلا تقريبا عنا الساعة ثلاثة ما وقف الهواء أبدا عن جد هواء مرعب الله يحمينا جميعا والله ييسر للكل كل خير يا رب ولهون عائلتي الحلوة وصلت معكم لنهاية الفيديو إن شاء الله يكون حبيتوا الفيديو واستفدتوا واستمتعتوا معي طبعا أنا هون خلصت ووصلت كمان للفقرة المفضلة عندي بيومي بعد ما أخلص صلاة التراويح بسيف فنجان القهوة بقعد بالزاوية المفضلة عندي هاي الفترة يعني دائما هيك اختاري زاوية بالبيت تكون بتريح لك نفسيتك وتعطيك هيك شعور بالسعادة وتكون كمان هي زاوية هادية عدي فكري خططي رتبي حياتك رتبي أفكارك انك تكوني انت الشخص يلي دائما هو الكسبان يعني لا تضغطي على حالك بهالحياة من شان حدا لانه الحياة ما بتستاهل ابدا انه نزعج حالنا او نخلي سعادتنا غير دائمة بسبب حدا يعني خلاص خلوا الحياه هيك تمشي بكل راحه والله يحميكم ويسعدكم جميعا وان شاء الله تضلوا بالف خير يا رب وسلامات